وعد الآخرة عرض في المنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر وقوات البحرية والجوية في مدينة الحديدة الذي هز المنطقة بأكملها وأرعب دول الخليج. تفاصيل جديدة وعاجلة بعد الفاصل. احتفت قوات حكومة صنعاء اليوم بتخرج دفعة عسكرية جديدة في محافظة الحديدة، وأقامت المنطقة العسكرية الخامسة بمشاركة القوات البحرية والجوية التابعة لصنعاء عرضا عسكريا مهيبا، هو الأول من نوعه منذ بداية حرب التحالف على اليمن. وعرضت المنطقة العسكرية قوة بشرية هائلة من خريجي الدورات القتالية إلى جانب آخر الصناعة الحربية. واستعرضت قوات صنعاء خلال العرض العسكري صناعاتها الحربية الجديدة بما فيها البحرية والجوية، من أبرزها منظومة ألغام بحرية وصواريخ محلية الصنع. وجاء في العرض العسكري تحت شعار وعد الآخرة، حيث ضم آلاف المقاتلين من منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات الحربية والجوية، وكانت قد تخرجت خلال شهور الهدنة الأممية المعلنة نهاية مارس أكثر من 13 دفعة قتالية من مختلف التشكيلات العسكرية المنضوية ضمن القوات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء.